ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي خدمة؟ انا اخو هالة. هالة الدسوقي؟ ايوه. مش حضرتك برضو مدام امينة؟ ايوه بالظبط. اهلا وسهلا. انا الحقيقة جاي اسلم المفاتيح دي لفهمي بيها. ليه؟ هي مش ناوية تشتغل معانا؟ هي اصلها تعبانة شوية. الف سلام عليه. عندها ايه؟ يعني ظروف كده. وياريت حضرتك توصلي المفاتيح دي لفهمي بيها. حاضر يا استاذ يحيى. حاضر. ولو ان فهمي بيه موصيها ما تسيبش المكتب. ادعي لها وقولي لفهمي بيه كمان يدعي لها عشان ربنا يشفيها مدام امينه. دي تعبانه بجد بقى. عندها ايه؟ ربنا اللي عالم. اهي وقعت مره واحده كده من طولها بعد ما خطيبها سابها. يا ساتر، اللي سابت الدنيا كلها عشانه. ما هو اخوها قال انها طبت ساكته لما قال لها. في راجل في الدنيا انسانه زي هاله تحبه ويفرط فيها؟ اكيد هيرجعوا لبعض يا فهمي بيه. لو حضرتك كنت شفتهم اول يوم جم يسالوا فيه عن الشغل تعرف انهم مخلوقين علشان بعض. تي كنت عارفه انها مخطوبه يا مينا؟ من اول يوم شفتها فيه. وسبتينا اكلمها ليه؟ ما قدرتش اقف قدام رغبتك ساعتها وما حبيتش احرمك من احساسك ده. دي اكتر مره شفتك فيها بتحب الدنيا بالشكل ده. بس كان لازم تنبهيني يا امينه. يمكن لما حضرتك قلت لي ان انتوا اتكلمتوا مع بعض وقالت لك ان الحب ما فيهوش اختيار سكت. حسيت ان انتوا اتكلمتوا مع بعض قبل. معلش يا فهمي بيه، يا ريت حضرتك تقدر مشاعري انا كمان. طب ممكن تبعتي لها ورد باسم المكتب يا امينه؟ حاضر يا فهمي بيه، لو عايزني اروح بنفسي هروح. طب ولو قلت لك اروح معاك تقولي ايه؟ تروح تزورها زي ما جت زارتني. يعني هي مساله بتخضع للذوق العام والذوق الخاص كمان. واخده بالك يا مين؟ واخده يا فندم، واخده بالي. مين يا ماما؟ بقول لك البي جاي يزورك. ايه مين؟ فهمي بيه صاحب الشغل عايز يسلم عليكي. يلا حبيبتي قومي اتنقلي على سريري، انا منظم شوي عنده. يا ماما كفايه، حرام عليك انا مش طايقه. بالراحه حبيبتي بالراحه. شويش. ايوه بسم الله عليكي. انا عارفه بس مال الدنيا مبهدله كده. لو كنت اعرف انه جاي. انت هتعملي ايه يعني؟ ما كنتش عايزه اشوفك وانتي بالشكل ده يا بنتي. يا ماما الراجل مش تايه عني، عارف انا مين وساكنه فين. طيب حبيبتي قومي كده بظهرك معايا. ايوه اسمعي كلام امي وقومي البسي لك فستان عدل وقابليه انت بنفسك. يا ماما الراجل عارف ان انا تعبانه وجاي يزورني، كفايه بقى خليه يتفضل. حاضر يا بنتي. اتفضل يا سعاده البيه. اهلا وسهلا. اتفضل. ممكن تخليني اطمن عليك يا هلا؟ اتفضل يا فهمي بيه. انت بسم الله ما شاء الله زي القمر اهو. ميرسي يا فهمي بيه. اتفضل. تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي. من فضلك يا هلا مش عايزه احس انك تعبانه. لا انا الحمد لله كويسه قوي. انت اول ما دخلت عليها بالورد حسيت اني خفيت، ولو ان الورد بتاعنا اقل من الورد اللي انت جبتيه كتير، مع ان مدام امينه قالت لي انه من نفس المحل. هم ميرسي قوي يا فندم، حضرتك كلفت نفسك وجيت لحد السيده نفيسه. ده انا اللي بشكرك ان جبتيني السيده نفيسه، ولو اني كنت اتمنى اجي وانت مش تعبانه. لا انا الحمد لله كويسه قوي. تحبي انقلك مستشفى؟ لا يا بيه،
انا الدكتور جاني هنا. احنا مش هنخسر حاجه، لو عايزه تسافري بره اسفرك. المهم اني مش عايزه اشوفك نايمه كده. قلت ايه؟ اللي دموعك تنزل عشانه لازم يكون يستاهل. انت دموعك غاليه قوي يا هاله، غاليه قوي. ايه رايك؟ جميل؟ حلو. انت قلت ايه؟ قلت حلو. ياه، حلوه قوي كلمه حلوه دي. قولي لي كلفك كام كارت الدعوه ده؟ ليه ناوي تحاسب يا عريس؟ شوف يا سيدي، يتشرف السيد شحاتة بدعوة. بكام؟ ايه ده؟ انت ناوي تحاسب بجد؟ اذا كنت معتبراني عريس بجد. ياه، كده من اولها. بصي بقى، احنا هنقيد كل حاجة انت بتصرفيها عشان لما اشتغل اردها لك. ولا انت مش واثقة ان انا هشتغل ويجيني فلوس؟ بتعمل فرق كده ليه يا اسماعيل؟ انا ريحتك في كل حاجة، ريحيني انت كمان. مش عايز احس انك متجوزاني عشان تصرفي عليا. حاضر حاضر يا اسماعيل. مصاريف الفرح عليا وبالمليم، والهدوم اللي اشتريتها لي كل خطف يبرق قيمته. ليه كده يا اسماعيل؟ عشان اعرف احبك واعيش معاك يا حبيبي. يلا دلوقتي بقى ممكن تقري الدعوه براحتك. مبروك. بس كان نفسي تقولها لي في الكوشه. حتى لو ما حضرتش، انت عازمه الاداره كلها؟ ابقى سعيده قوي لو شفتك. عشان اشوف فستانك اللي ب 10,000 جنيه، ولا اشوف فرحك اللي عاملاه في احسن اوتيل في البلد، ولا شفت الميزك وانت ماسكاه في ايدك وتقولي للناس انا اشتريته بنص مليون جنيه. شوفي يا عايده، انا بدعي ربنا انه يوفقك، وبتمنى كمان انك تنسي. انسى ايه؟ اللي انا مش عارف انساه. خد بالك يا عايده، اللي فات ما بيرجعش. لو دفعنا فيه فلوس الدنيا كلها ما بيرجعش ولا بيتنسي، وكل ما يعدي يوم يوحشك اكتر ويبعدك عنه اكتر. انت مفكر اني لسه بحبك يا خيري؟ وخلي بالك كمان يا عايدة، ان انا متجوز ومخلف ومش هخون مراتي ولو حتى في خيالي، بس هي دي الحقيقة. حقيقة ايه يا خيري بيه؟ الحقيقة اللي انت بتهربي منها ومش هتقدري. انت مفكر اني لسه بحبك صحيح ولا ايه؟ ومش هتنسي. عارفة قطفة العسل الاولانية؟ هو اول حب بيبقى كده، اي حب بعديه بيبقى قطفة تانية. عايدة ارجوكي ما تعذبنيش وتعذبي نفسك معايا. احنا ما غلطناش ان ما عرفناش نغلب الفقر. المشكلة انه قتلنا، لكن ما قدرش يقتل اللي جوانا. من فضلك ما تحاوليش تشوفيني ولا تخليني اشوفك تاني. Thank you.
طلقها يا يحيى. طلق مين؟ خيرية. مراتي؟ أخته. أيوة بس دلوقتي ما بقتش أخته، بقت مراتي وأم ابني، بقت من عيلة الدسوقي مش من عيلة حسنية. خيرية أخته عمرها ما كانت من عيلة الدسوقي، حتى لما جابت لك ال 150 جنيه ودتهم لك من ورانا برضه ما كانتش أختنا. طب ممكن تستريحي دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم؟ أنا بقيت كويسة خالص، بس ما كنتش مصدقها. أنا خلاص دلوقتي صدقت حاجات كتيرة قوي. يا هلا، أنا عمري ما جيت عليكم وظلمتكم عشان مراتي، ما تخلينيش أظلمها علشانكم. طبعاً مراتك ما تظلمهاش عشاننا، إنما أختك مش مهم. يا هلا، أنت يوم ما اتخطبت لإسماعيل ما اتفقناش إن لو سابك أسيب أخته، ما وافقتيش عليه بدلي، ولا عمري كنت هتوافقي. بقينا بدل دلوقتي ليه؟ شكراً يا يحيى. أنا مش عايزك تشكريني. أمال عايز نعمل إيه؟ عاوزك تنسي اسماعيل ده خالص وما تفكريش فيه، صدقيني. مصدقاك يا ابو حماده. لو مصدقاني قومي من السرير وفكري في نفسك وفي مستقبلك. حاضر، انا هقوم. امتى؟ دلوقتي. من فضلك بقى سيبني عشان استعد واحضر نفسي نفسيا وانسى اللي فات. هو انت قلت ليحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. انت خفيتي يا حبيبتي قمتي بالسلامة. محدش بينام العمر كله يا ماما. يا أرض احفظي معاليكي، يا ألف نهار أبيض، خمسة وخميسة. وفرت الطقوس ديت لحد ما أخرج من الحمام وأنا خارجة بقولها لي. ليه؟ هو أنت ناوية تروحي فين؟ رايحة أدور على مصلحتي، كفاية كده. ألف مبروك، أهو كده انفشي ريشك بقى وقبي على وش الدنيا. ماما لو سمحتي ال 300 جنيه. 300 جنيه ايه؟ ما هيتي اللي شايلها معاكي. ليه؟ عشان عايزه اروح عند الكوافير واشتري نظاره. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مدام امينه؟ اهلا. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ازيكم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو اللي بتعب بحلاوه قوي كده يا استاذه هلا؟ المهم ان نلاقي العلاج الصح. فهمت بيه فوق مش كده؟ ما تيجي نعمل احنا كمان يا عفاف، ولو ما لقيناش العلاج الصح نعمل ايه؟ نسالها اتعالجت ازاي؟ على رايك. هلا. فجأة مش كده؟ فجأة مفاجأة حلوة، حلوة قوي. أنا مش مصدق عينيا. وحشتك؟ أنت وحشتيني بشكلي. تصوري ساعات كنت أندى عليكي، كان بيتهيألي إنك قاعدة على المكتب، وبعدين أفتكر إنك تعبانة. اقعدي يا هلا، ارتاحي. قولي، كنت متأكد إني هرجع؟ كان عندي إحساس إنك هترجعي. منورة المكتب يا هلا، منوراني. ميرسي يا فهمي بيه. طمنيني، ازيك دلوقتي؟ انا جعانه قوي. بتقول ايه؟ بجد انا عايزه اتغدى. طيب كويس،
الحمد لله ان نفسك مفتوحه لدرجاتي. حاسه اني عايز اكل كتير قوي. يا الدرجات انت جعانه؟ قايمه من عيا بقى. الله انت بتبص لي كده ليه؟ مش عارف اقول لك ايه ولا اعمل معاك ايه يا هاله. تخديني. المطعم بتاعنا لازم الاكل عجبك والقعده حلوه كمان. لا انا قصدي نفس المطعم اللي كنا فيه اخر ليله. ليله؟ ايوه ليله ما قلت لي انك عاوز تتجوزني. تحت امر يا فندم. انا مبسوطه قوي ان احنا قاعدين على نفس الترابيزه. وانا سعيد قوي انك مبسوطه يا هاله. اكيد انت مستغرب للحاله اللي انا بقيت فيها. لا ابدا ابدا. لسه عايز تتجوزني يا فهمي؟ ما بتردش ليه؟ انا اصلي اتفاجئت. اكيد انت فاهم انا جيت هنا ليه. هل انا عايز اسمعك اكتر. اسمع يا فهمي، اسمح لي ان اقول لك فهمي كده بدون تكليف. انا باختصار شديد جدا جاي اعرض عليك شركه انا وانت نعملها سوا. انا وافقت على انك تتجوزني. قلت ايه؟ اوعى تفتكر ان موافقتي ده هيكون رد فعل اللي حصل لي. بالعكس، تفكير امين قوي بيني وبين نفسي. بلاش ترد دلوقتي، فكر فكر لحد ما تخلص غدا وبعد كده تقول لي ايه رايك. بصراحه مش عارف احب فيكي ايه اكتر من ايه، بس عايز اقول لك حاجه باختصار. انت بتحبيني يا هلا؟ انا ما بكرهكش، بس ارجوك خليني احبك. لو ما بتحبنيش يا هاله كنت كدبتي عليا. انا مش عايزه ابدا حياتي معاك على الغش والكذب والخداع. ولو رفضت انا معي تمن غدايا. مش معقول الاقي بنت زيك ترفض كل ملاييني عشان بتحب وما جريش وراها. أنا دلوقتي متمسك بيك أكتر من الأول. أنت كريم أوي يا فهد. وأنت عجباني أوي يا هالة. أنا عايز أعمل حاجة مجنونة. عايز أتجنن أوي، عايز أتجنن بأثر رجعي، أعمل إيه؟ اتجوزني. بتهيألي مفيش أجن من كده. السلام عليكم يا مش حاتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا يحيى يا ابني، اتفضل. اتفضل ازاي يا عم شحاته وانت مديني ظهرك كده؟ ما هو انا ما بقاليش وش اقابل بيه الناس. اقابل الناس ازاي؟ وانت بالذات ابص في وشك ازاي؟ كده اهو يا عم شحاته. يا عم شحاته ما تزعلش نفسك. كل حي بياخد نصيبه. انتوا ناس طول عمركم اهل كمال. لا عمر العيبة طلعت منكم ولا جرحته حد. وانت طول عمرك يا عم شحاته في مقام الوالد والاستاذ اسماعيل، لا نشيل همه ولا زعله. وانت ما تزعلش نفسك يا عم شحاته، كل حي بياخد نصيبه. اتفضل يا يحيى يا ابني، اتفضل. بصراحه يا عم شحاته انا جاي اخد خيريه. على الله ما تكونش زعلانه مني هي كمان. خيريه يا خيريه. ايوه يابا. سمعت جوزك قال ايه؟ ايوه سمعت. مستنيه ايه؟ يحلف عليك لا تطلعي معاه؟ يلا خد ابنك من سكات واطلعي مع جوزك. ما انا بقى ما اطلعش فوق كل حي منهم يحدفني بكلمه زي الطوب. تستحملي؟ تستحمل لحد امتى؟ ايوه تستحملي، ما احنا غلطنا. ومن ساعه ما جيتي قلت لك احنا غلطنا ولازم نستحمل نتيجه غلطنا. احنا مالناش دعوه بغلطكم دلوقتي يا عم شحاته. خيريه ما بقتش منكم. خيريه بقت من عيله الدسوق ولازم تستحملي يا خيريه. استحملي علشان هاله اللي زي اختك، مش اسماعيل بس اللي اخوك يا خيريه. بلاش يا ست علشاني ولا علشان هاله، استحملي عشان حماده ابننا الصغير.
اظن مفيش بعد كده كلام. خد ابنك من سكات واطلعي مطرحك. يلا، ولا اقول لك روح اعمل لنا الاول كوبايتين شاي. يلا سياح تعالى معايا، تعالى اقعد معايا، انا عايز الناس كلها تشوفك قاعد معايا عشان اعرف ابص في وش الناس. طبعا مش هقدر اقول لك اتفضل معايا. لا، ما انا ان شاء الله اكيد هتفضل، بس بعد ما تحددي ميعاد مع اخوكي عشان اجي اطلب ايدك. باي باي، مع السلامه. مين اللي كان موصلك بعربيته ده؟ ده فهمي بيه صاحب الشغل. الساعة 12 يا هلا؟ جاية الساعة 12 في عربية راجل غريب قدام الحتة كلها واسألك تقولي لي ده فهمي بيه صاحب الشغل؟ فهمي بيه مش غريب يا يحيى. فهمي بيه مش غريب يا يحيى؟ قريبنا منين؟ أخوكي؟ أبوكي؟ جوزك؟ هيبقى جوزي. إيه؟ فهمي بيه عايز يتجوزني يا يحيى. تالي دي مسألة واضحة. هيتجوزك ازاي يعني؟ زي كل الناس. طلب ان حضرتك تحدد له ميعاد عشان يجي يطلبني منك. ليه؟ ليه؟ الناس بتتجوز ليه يا يحيى؟ ايوه بس انت بتتجوزيش زي كل الناس يا هالة. بتاجر. انا عارفة. ولا بتاجري. انت بتعندي. بتعندي مين يا هالة؟ انا ولا اسماعيل؟ ولا بتعندي نفسك؟ انا عارفة مصلحتي كويس قوي. بتدوري على مصلحتك وبس. كله بيدور على مصلحته وبس. هلا خدي بالك كويس قوي، انا مش هسمح لك ابدا تمشي على كيفك. من فضلك يا يحيى، انا ما بعملش حاجه غلط ومش هتجوز من وراك، ومن حق اختار اللي اختاره. انا ما غصبتكش انك تتجوز خيريه، ولا هغصبك انك تطلعها. يبقى ما تغصبنيش، ده حقي. الست هانم بتدور على حقها. طب انا ما دام هي بتدور على حقها، حقي انا اخده من مين؟ عمري اللي ضاع اخد حقه من مين؟ حدد بالسعر اللي يعجبك يا يحيى وانا هخليه يديهولك. بس انا ما بتاجرش. ما كنتش عامل حسابي من 10 سنين ان انا بتاجر. لو كنت عامل حسابي ان انا بتاجر بعمر ولحم اخواتي كنت فصلتكم كويس قوي، كنت اشتريت فيكم وبعتكم براحتي. صباح الخير يا لؤي. صباح النور. ده باين ان خير وجاي يجري. ده لازم حاجه مهمه قوي يا فهمي اللي جابتك. يا مهمه وبس، هي مساله مصيريه يا لؤي. على كل حال يا اخويا انت نورت وشرفت، بس قول لي بقى تحب الاول تشرب ايه؟ تاخد معايا هوت شوكليت ولا اعمل لك نسكافيه ولا كافيه اوليه؟ اي حاجه. اقعدي بس، يمكن تعملي شربات. شربات برضه خير. طب يعني تسمح لي الاول اغير التريننج سوت بتاعي ده وانا عامله زي الكوتش مدرب انا بس علويه، هو انا غريب؟ سيبك من المظاهر. شوف يا ستي. شوف انت يا سيدي، اولا جواز مصطفى من ميسة مش ممكن يتم، نيفر، مش هيحصل. والحقيقه انا جاي لك في مشروع جواز برضه، بس ملوش علاقه بمصطفى وميسة، حاجه اكبر من كده ويمكن تبسطك. طب جواز مين؟ جواز مين يا فهمي؟ قولي بسرعة بليز. أنا اللي هتجوز يا علوي.
تتجوز؟ ها؟ ايه رايك؟ ما بترديش عليا يعني؟ انا عاوزه زغرت، بس انا ما بعرفش زغرت، انت عارف. طمني الاول على العروسه. لا تعجبك قوي. عندها كم سنه كده؟ يعني هي لسه صغيره. صغيره؟ يعني تقريبا في سن نهى بنتك كده. يا الف نهار ابيض، يا الف مبروك. بس بقول يا اخويا، مش صغيره عليك شويه؟ هي صغيره يا اختي، بس انت عارفه بقى القلب وما يريد زي ما بيقولوا. ولا انت شايفاني كبرت قوي يا علويه؟ لا يا حبيبي، ما تشر عليك، ده انت لسه في عز شبابك. بس مين هي دي يا فهمي؟ هي سكرتيره ومديره مكتبي، هلا اللي جاتني وانا تعبان. حلو مش كده؟ عمر حلوه قوي، لك حق في دي. She's very good. تحب بقى تاخد معايا الهوت شوكليت ولا اعمل لك قهوه؟ لا لا، نبقى نشرب الشربات هناك بقى. هناك فين؟ في بيتهم في السيده نفيسه. السيده نفيسه؟ ايوه السيده نفيسه. انا قلت لها تحدد يوم نزورهم فيه. في السيده نفيسه؟ ايوه يا علويه، انا عايزهم يحسوا ان انا ناس زيهم، يمكن اقل كمان. طب مستعجل ليه يا فهمي؟ ما تقعد شويه. مش بقى زحمه يا علويه، انا عايز ظرف اسبوع نكون بنلف الدنيا. هتلفوا فين؟ هنلف على ظهر مركب. على فكره دي فكره اخوك بقى، تحب تيجي معانا؟ باي باي يا علويه. باي باي، مع السلامه. فكرة سودة، هي المجنون الصغير مجنون وكبر بيمشي وراها. ألو ميسة، أنا فهمت. علوية فين بابا يا بنت؟ هاتيهولي حالا. ايوه يا مين، انا عايزه اشوفك دلوقتي حالا. في اي مصيبه؟ خير يا علوي؟ الحكايه ما فيهاش خير ابدا يا امين. يا ساتر يا رب، ايه حصل؟ ايه؟ اخوك فهمي هيتجوز. ايه فهم اخوكي؟ قبل ما تتشال وتتحطم الفرحه استنى واسمع الحكايه للاخر. اخوك فهمي هيتجوز السكرتيره بتاعته، حته عيله من السيده نفيسه قدنوها. ايه اللي قالك يا علوي؟ فهمي نفسه جاني من النجمة والدنيا من السيعة عشان يزف لي الخبر السعيد. وبعدين؟ وبعدين ايه يا امين؟ انا جاية قبلك عشان انت تقول لي وبعدين. اولا انا مش ضد فكرة ان اخوك يتجوز، نيفر، بس يتجوز حاجة تليق بيه وبالعيلة. ما وصلناش للسيدة نفيسة يا امين. طب قولي لي اتصرف ازاي وانا اتصرف. اولا انت موافق على اخوك بيعمله ده ولا لا؟ والله انا شايف ان شكلها مش ولا بد، لكن خدي بالك هيقول لك انا حر. المال ماله وهو حر فيه. ايوه بس ما يرمهوش لواحده من الحواري، ولا انت شايف غير كده؟ اذا كنت موافق على ان اخوك بعد العمر ده كله يجيب عيله من الحواري تضحك عليه وتلم شقه عمره، يبقى خلاص بلاش نتكلم في الموضوع ده، واعتبر ان احنا ما تقابلناش. انا مش موافق، انما مش عارف اعمل ايه. نحافظ على الملايين دي، دي فلوسنا مش احنا اخواته ولادنا اولى بيها، ولا انت شايف غير كده يا امين؟ علويه انت عايزه ايه؟ عايزك توافقني يا امين، تحط ايدك في ايدي ونحجر على اخوك وعلى ماله ونجوزه برضه، بس واحده ما تسرقش فلوسه ولا فلوسنا. موافق. هتعملي ايه بقى؟ معلقة سكر. لسه قاعدة لوحدك يا أمينة؟ ربنا معايا، من يوم ما سميرة بنتي اتجوزت وأنا عايشة لوحدي. ما أنتِ عارفة أنا توقعت إنك تكوني متجوزة. ما عادش ينفع بقى يا علوي، كم معلقة سكر؟ ليه ما عادش ينفع؟ ما أنتِ لسه في عز شبابك أهو.
يعني يمكن مفيش نصيب، ولا لازم اللي عايزاه يكون زي فهمي اخويا. لسه بتحبيه؟ ايه لازمته السؤال ده دلوقتي يا علوية؟ لو بتحبيه لحد دلوقتي نتكلم. انت الوحيده اللي عارفه انا بحب فهمي قد ايه. فاكره من ايام ثانوي كنتوا جيراننا ساكنين في البيت اللي جنبنا، وكنت تيجي تحكي لي ازاي بتحلمي بفهم اخويا طول الليل على صوت عبد الحليم حافظ. نار يا حبيبي نار على قد شو، ويا سمر يا سمراني. انت فاكره ولا مش فاكره؟ كل واحد بياخد نصيب. كم معلقه سكر؟ لا ما تشغليش نفسك بيا، انا بشرب من غير سكر. انت جايه ترميني بكلمتين بعد ما عرفتي ان فهمي اخوكي هيتجوز؟ لا انا جايه اقول لك لازم تتجوزيه. ازاي وهو طاير في السما بالبنت اللي خدتها من ايدها وطلعتها له وتحايلت عليه عشان يعينها لما صعبت عليا؟ ابعديها. مش حضرتك اللي خدتها له بايدك واديتيها له؟ ابعديها عنه. ازاي؟ يا سلام، في واحدة ما تقدرش تبعد عيلة عن راجل بتحبه. خدي بالك لو فهم اخويا اتجوز البنت دي تنسي فهمي خطب لي يوم القيامة، واحنا كمان ننساها. فهم اخوكي بيحبها يا علوية. طيريها. اسمعيها كده بقى وافهميها على بلاطة، انا يهمني انك تتجوزي فهمي اخويا زي ما يهمك انك تتجوزيه بالظبط. عارفة ليه؟ مش عشان انت بتحبيه، ولا عشان كنا اصحاب زمان ايام ما كنا ساكنين هنا جنب بعض في اربعة باب الخلق. لا انا يهمني اللي تتجوز اخويا ما تحرمناش منه. وانت يا امينة لو اتجوزت اخويا مش هتخلفي منه عيل ولا عيلين يحرمونا من اخونا ومن ملايينه، مش كده يا امينة؟ ها عاوزة تشاركيني في فهمي ولا لا؟ تفتكري فهمي يستاهل مننا كده يا علوية؟ ايوه يستاهل اننا نحميه ان شاء الله من نفسه. اخويا مش واخد باله، والبنت صغيره ولحست عقله، وانت عارفه قد ايه اخويا فهمي بيتعذب بعد مراته ما ماتت. اخوكي فهمي بيحب البنت دي يا علوية؟ متهيألي لما يعرف انها بتضحك عليه وبتلعب من ورا ظهره مع سامي ابن اخويا هيطردها. هي مش جايه ورا سامي برضه؟ مش كانت زميلته في الكلية؟ ولا هتعملي نفسك مش فاهمة؟ بس ده مش صحيح يا علوية. حتى لو مش صحيح لازم يصدقوا، ولعلمك مش هيصدق الكلام ده غير منك انت وبس. خديه كده على جنب وفهمي وقولي له بلاش، ساعتها هيحس ان قلبك عليه. بعد كده سيبي الباقي علي، اسبوع ولا اتنين هتكوني عندنا في الفيلا. بس كده مش هتلاقي فهمي يا علوية. ليه؟ هيروح فين؟ هيخلص، هينتهي. فاهم اخوكي بيكره الدنيا، كان انتهى خلاص. البنت دي اخدته للدنيا من جديد، ادته اللي محدش عمره اداهوله. ولو انا كنت اعرف اديله اللي هاله اديتهوله كان حبني من زمان، من ايام ما كنا صغيرين، او يمكن من بعد مراته ما ماتت. فهماني يا علوية؟ الله 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 الله، ده انت على كده بقى ما بتحبيش فهم اخوي. هو بيحب مين؟ ده اللي اتقال. ومش معقوله حق الفهمي عشان بحبه ابقى بكرهه. انت كمان لازم تحبي اخوكي كده يا علوية. ليه هو انا ما بحبش فهم اخويا؟ انت بتحبي فلوسه، بس لازم يبقى هو عندك اغلى من مال الدنيا كلها. لا 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 لا، انا لو اعرف انك عجزتي للدرجه دي ما كنتش كلفت خاطري ولا جيت لحد هنا. عن اذنك. على كل حال خطوه عزيزه، قال احنا شفناك يا مدام علوية. ميرسي. على فكره فهم اخويا ما عرفش اني جيت ولا قلت لك اي حاجه. ما تخافيش يا مدام علوية، انا بحب فهمي وبخاف عليه، ومش ممكن اقول له حاجه زي كده احسن يموت.
يا حبيبتي. يا هل ترى ايه يا بكر، افتح شمسك هيغرق.